أقيم تحت رعاية سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الحفل الختامي لمنافسات المسابقات الرياضية الرمضانية للحرس الملكي بحضور سمو العقيد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي الخاصة والتي أقيمت في مركز الأبطال. وتابع سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي المنافسات النهائية للمسابقات الرياضية الرمضانية المختلفة والتي اشتملت على العديد من المسابقات الرياضية وهي كرة القدم والكروسفيت والسباحة وشد الحبل والتجديف والجري تتابع وأقوى رجل في الحرس الملكي والتي تهدف إلى تعزيز ورفع مستوى اللياقة البدنية. كما اشتملت المنافسات على المسابقات العسكرية وهي مسابقة إسقاط الصحون بالرشاش والمسدس ومسابقة فك وتركيب الأسلحة والتي تسهم بشكل كبير في زيادة الكفاءة العسكرية. وفي ختام المسابقات توج سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الفائزين في المسابقات الرياضية الرمضانية حيث استلم كأس المسابقات الرياضية الرمضانية للحرس الملكي 2023 سمو العقيد الركن الشيخ خالد بن حمد الذي حقق المركز الأول. كما قام سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بتكريم المشاركين في مختلف المسابقات الرياضية الرمضانية، وهنأ سموه الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى معربا سموه عن شكره للقائمين على المنافسات لحسن التنظيم، مؤكدا سموه على أن الاهتمام بإقامة مثل هذه المسابقات الرياضية في هذا الشهر الفضيل تأتي تجسيدا لخلق جو من التنافس والحماس الرياضي بين الضباط والأفراد المشاركين من منتسبي الحرس الملكي في هذه المنافسات. كما هنأ سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي المشاركين على المستوى الرياضي المتطور الذي ظهروا به خلال المنافسات الرياضية، مشيدا سموه بما يتسم به رجال الحرس الملكي من جاهزية ولياقة بدنية مميزة وروح معنوية عالية وقوة وعزيمة وإصرار، متمنيا التوفيق لباقي الفرق والمشاركين في الأنشطة الرياضية المقبلة.